صباحك نرمين. صباح الخير رشا، كيفك اليوم؟ انا كثير منيحه وانت؟ انا منيحه كثير، بدايه اسبوع حلو لك يا نرمين. ان شاء الله صحك يا رب. اليوم الطقس زياده، اليوم هدول البردات وفقنا بكير. بتحبي الفئه بكير؟ يعني احيانا للامانه هي دائما دراسات بتقول رشا انه انت الفئه بكير هي مفيده، وعن جد انت بتحسي حالك يومك غير، بس هي صعبه صعبه خصوصا بالشتي. ونحن هلا عندنا هذا الاسبوع دائما بيقولوا لنا انه هو اصعب اسبوع بالشتاء، بس عم بيقولوا هلا فاتين على اسبوع شتاء قارس. قد ايه حلوه وقت اللي بيرن المنبه الصبح بتعطيه هاي الغفوه وبتروحي. ايه انا عندي شي 6 غفوات، يعني ببلش هيك بنص على لما خلص ايأس انه لازم فيق فبفيق. انا اليوم سويت الغفوه فقت 8 الا تمام. بس قديش بتحسي رشا هي ال5 دقائق بتناميهم انه هدول حيعبوا معاكي؟ يعني صحيح. على اساس حي... يومك حلو يا نرمين، ويومكم حلو لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. ان شاء الله هذا النهار يحمل لكم كل الخير وكل الرزقه وكل هيك الاخبار الحلوه. دائما نحن بنحب نسمع شيء حلو بحياتنا، بنحب الاشخاص الايجابيين بحياتنا، واكيد تصبيحاتنا للفريق الفني اللي مرافقنا بالكنترول. سعد صباحك هلا وجعفر واحمد وكل الاشخاص. أكيد رشا، وأنا كمان بدي صبح على كل مشاهدي الإخبارية السورية وكل كادر الإخبارية السورية. إن شاء الله يا رب بداية هذا اليوم يحمل كل الخير والرزق وراحة البال لكل الناس، وإن شاء الله مع بداية هذا الأسبوع مثل ما دائما رشا هيك بنتمنى لهم إنه ببداية هذا الأسبوع هيك تكون فاتحة خير لأي شيء حلو يصير ضمن الأسبوع. أكيد نحن بنعيش على شيء اسمه الأمل، بدون الأمل ما فينا نعيش. أكيد بنرجع لكم صباح الخير ونروح لفاصل أغنية وبنرجع. وبأول مساحتنا حنروح لمساحتنا الطبية، واليوم ضمن فقرتنا الطبية رح نحكي عن تحديد جنس المولود. قديش بنشوف اليوم صبايا بمرحلة الحمل الأولى بيكون عندهم كتير فضول يعرفوا اليوم انه هن معهم بيبي صبي أو بنوتة يعني، فبشوف الزيارات الأولى للطبيب بالأشهر الأولى كتير يعني. وأول صحيح. سؤال أنا دكتور، شو معي صبي أو بنت؟ صحيح رشا، صاروا هلا بيحتفلوا فيها لما يعرفوا شو جنس المولود، ودائما يمكن الحالات هي بتكون عند الاشخاص اللي بيكونوا يعني عم ينتظروا اول ولد. اول فرحه بتكون. رح نعرف اكثر عن هذا الموضوع ونطرح مجموعه من الاسئله على ضيفنا لليوم الدكتور زياد بدري الشيخ، اختصاص بالتوليد وامراض النساء وجراحه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير دكتور، كيفك؟ اهلا وسهلا. هلا دائما بنقول انه نحن بالاشهر الاولى بضل في هي الرغبه لتعرف الصبيه جنس المولود كونه الولد الاول يعني، ولكن قبل ما نروح لموضوع الصبايا والتقنيات العلميه، خلينا نروح اليوم لتحديد جنس المولود، يعني مين المسؤول اليوم طبعا بعد اراده رب العالمين يعني؟ طبعا تحديد جنس المولود يعني راح نعطي اول شيء فكره فيزيولوجيه عن الموضوع. يعني نحن عندنا الخلايا بالجسم 46 كروموزوم صبغي، ما عدا الخلايا الجنسيه اللي هي النطاف بتكون 23 صبغي اكس، يعني 22 صبغي جسمي والجنسي اكس او واي للنطاف، اما البيضه 22 اكس، فعندما تلتقي النطفه الواي مع الاكس بيكون المولود ذكر، عندما تلتقي النطفه الاكس مع البيضه الاكس يكون المولود انثى، فالرجل هو المسؤول عن تحديد الجنس تماما. سمعتوا ما في داعي هي تبعت انه انا بدي اتزوج مشان اجيب الصبي. تمام. طيب خلينا ننتقل لسؤال ثاني، اليوم العالم قدر يثبت قدرته انه هو قبل يعني ما يصير موضوع الحمل انه بتلاقي يعني المرأة والرجال بيقولوا بدنا نجيب صبي مثلا، هلا بدنا نادرا بنقول بدنا نجيب بنت، ففي هيك شيء ممكن احيانا بيوصفوا اغذيه معينه برامج. او ادويه، او بتلاقي مثلا ايه ممكن يروحوا لعند الدكتور بهدف يعني يحققوا هذا الموضوع، في هيك شيء؟ في هيك شيء، نحن حكينا انه الاساس العلمي اللي حكيناه بالبدايه يعني هذا هو الاساس العلمي، وكل النظريات هي تعتمد على هذا الاساس العلمي تماما. ففي نظريه غذائيه، في نظريه صبغيه، في عادات شعبيه واعتقادات سائدة علمياً يعني. دكتور اليوم علميا يعني اذا هيك حبينا من خلال عملك التجارب اللي كانت من عدة صبايا لتتبع نظام غذائي معين لتحديد جنس المولود، كيف كانت النتائج؟ النتائج هي النتائج بشكل طبيعي تكون 50%، يعني عم تزداد النتائج مثلا ل 55% 60% مو اكثر يعني. في عندنا النظريه الغذائيه اللي تعتمد على الغذاء اللي تتبعها السيده اثناء قبل التخطيط للحمل بمقدار شهرين،
أغذية معينة تتناولها لتغير الوسط إلى وسط قاعدي أو وسط حمضي. الوسط القاعدي يفيد في إنجاب الذكور، الوسط الحمضي يفيد في إنجاب الإناث حسب الأغذية يعني. من ناحية الأكل، من ناحية الفواكه، من ناحية القهوة، شرب القهوة. فعندنا مثلا الحمية اللي تناسب الذكور هي الحمية اللي تعتمد على الفواكه اللي لونها أصفر مثل الموز، الإجاص، المشمش. يبتعدوا عن هدول ال لا بياكلوها هاي ويبتعدوا عنها اللي بدهن إناث. من ناحية الخضروات، الفاصوليا، البازيلا، البطاطا الحلوة، البندورة بكل أنواعها ما عدا البندورة الطازجة يعني. نعم. ما عدا البندورة المطبوخة يعني ما بياخدوها. القهوة، الأسماك، الملح، اللحوم المجففة، المالحة، هاي تفيد في إنجاب الصبيان يعني. يعني فينا نقول تقريبا 60%. تزداد النسبة 5%، بتصير 55%. كنجاح عمليات تحديد جنس المولود 55%، مو أكتر. الطبيعي 50%، تزداد فقط 5% يعني. في نظريات علمية متطورة أكثر يعني عن هذا الموضوع، اللي هي مثلا عزل النطاف الذكرية عن النطاف الأنثوية بطرق متعددة فصلها يعني. وبالتالي لما نفصل النطاف الذكرية والنطاف الأنثوية ونخضعها لتلوين معين FISH، هذا التلوين يكون مثلا زهري للنطاف الأنثوية، لون أزرق للنطاف الذكرية، ما تنعزل هي 75% يصير العزل. وبعدها نعمل تقنيات أكثر تطور اللي هي عن طريق حقن داخل الرحم IUI، فتزداد نسبة الذكورة أكثر، تصل يعني إذا كان بدهم ذكر ل 75-80%، ونفس الشيء بالنسبة للإناث. طيب دكتور، هاي التدخلات اللي بنسويها ممكن تأثر على صحة الجنين؟ أو ممكن يعني تزيد نسبة الأمراض لا سمح الله عند الجنين لما يولد؟ لا أبداً، هاي التداخلات ما تأثر على صحة الجنين نهائياً. هي تداخلات تكون بشكل طبيعي قبل من النظرية الغذائية، نظرية الجماع بوقت معين، نظرية تغيير الوسط، وسط قاعدي، وسط حمضي، ما بتأثر نهائياً. حتى النظريات الأكثر تطوراً أو التجارب الأكثر تطوراً اللي دخل المخبر في إجراءها مثل عزل النطاف وحقنها داخل الرحم، يعني تأثيرها بسيط على صحة المرأة، يعني ممكن على الاختلاطات اللي تكون موجودة، نزف أو فرد تنبيه مبيض، يعني ممكن تأثر بشكل طيب بسيط. دكتور، خلينا نرتب هدول الطرق اللي ذكرتهم حضرتك، مين الأنجح فيهم إذا بدنا نقول أو أثبتت فعاليتها؟ أثبتت فعاليتها واللي تكون نسب النجاح فيها عالية هي أنه نعزل النطاف ونعزل البيوض من السيدة بإجراء عملية سحب بيوض والتلقيح خارج الجسم ما بين النطفة والبيضة وإعادة إرجاعها إلى الرحم، يعني عمليا طفل أنبوب على مبدأ طفل الأنبوب IVF وإدخالها إلى الرحم. هاي أثبتت نجاح أكثر لأنه نحن راح ناخذ خلية بعد ما تنقسم هاي البويضة إلى 6 أو 8 خلايا، ناخذ خلية من هاي الخلايا وبالتالي نفحصها، إذا كان ذكر إذا بدهم ذكر بنعيدها، إذا بدهم أنثى الميول لوين اليوم حكيم، للذكر أكثر؟ والله الميول العالم كله للذكر. يعني ما في حدا إجاك شي مرة حالي إنه هنم بدهم أنثى؟ بدهم أنثى، في اللي يعني هي العادات الموروثة أو العادات الاجتماعية دخلت بهذا الموضوع، اللي عندهم ذكور بالعائلة يرغبوا إنه يكون عندهم أنثى، والعكس صحيح. مع انه البنوت يدي يعني حنونه بتبقى، يعني وقت بيقول الله يبعث لك حنينه يعني الله يبعث لك بنوته يعني. بالضبط صح. طيب دكتور، يعني الطريقه اللي عم تحكي فيها حضرتك فينا اليوم نحن نعتبرها هي الاضمن لتحديد جنس المولود؟ هي الاضمن لتحديد جنس المولود، هي الطريقه العلميه اللي تتلقح البويضه بوسط خارجي وتنفحص. حتى موضوع الفحص هذا يفيدنا مو فقط في تحديد جنس المولود، ايضا بابتعاد عن التشوهات اللي ممكن تحصل اذا هاي هذا البيضه اللي انقسمت الى 6 أو 8 خلايا كان في تشوه وراثي او كذا، ما بنعيدها، او تشوه معين ما بنرجعها للرحم، يعني تضمن سلامه الجنين وجنسه بس ما 100%.
ما في شيء اليوم 100% ما في شيء 100% لانه المساله تضعها ضمن موضوع الاخطاء البشريه. يعني ممكن يصير في خطا بشري معين، خطا بالمخبر، خطا بشيء ثاني، فتصل النسبه تقريبا يعني فوق 90-95%. ممكن بهي العمليه دكتور يصير في القاح لاكثر من مولود؟ يعني ممكن يصير توم مثلا، يصير احنا لما نسحب بويضات من المراه نسحب يعني حسب عمر المرأة ممكن نسحب 12 بويضة، طبعا بعد تعريضها لمحرضات عن طريق الحقن الوريدي أو الحقن العضلي نحصل على مثل 12-14-6-8 حسب المخزون الإباضي عند المرأة، وبالتالي احتمالية موجودة، احتمالية موجودة ممكن 6-8 بويضات تتلقح بالفحص، ممكن يكون 3 ذكور 2 إناث وحسب الجنس بالرجع. يعني دكتور خلينا هيك بالوقت المتبقي ناخذ كم معلومة سريعة من حضرتك، خلال فترات الحمل المبكرة ايمتى فينا نعرف نحن شو جنس المولود؟ يعني بأي هو جنس المولود تماما يتحدد بالاسبوع السابع من الحمل، مو نعرفه، هو يتحدد يعني بشكل فيزيولوجي في الاسبوع السابع من الحمل، بس احنا ما بنعرفه للاسبوع 12-13 بالحمل. 11-13 بالحمل فينا نكشفه عن طريق مثلا خزعة ذغابات كوريونية، عن طريق تحليل سائل الامنيوس حول الجنين، وعن طريق السونار الإيكو النسائي اللي ممكن نشوف الأعضاء التناسلية الموجودة عند الجنين. قبل هاي الفترة يمكن في ناس بيكون عندهم هيك فضول ليعرفوا جنس مولودهم، ممكن في تحليل يعملوه قبل هاي الفترة الزمنية لحتى يكتشفوا هو ذكر أم أنثى حيكون؟ قبل هاي الفترة ما يكون، أبكر تحليل ممكن يعملوه ليكشفوا ذكر أو أنثى هو خزعة ذغابات كورونية بالأسبوع 11 من الحمل. شو يعني هاي الخزعة دكتور؟ بياخذوا جزء من المشيمة وبيفحصوا وبيشوفوا إذا كانت الخلية تحمل الصبغي واي ولا الخلية تحمل الصبغي إكس، واي معناته ذكر، إكس أنثى. خلينا على اكس كترو. طيب دكتور كثير بنسمع بحالات صبايا انه انا رحت لعند طبيبي وعملت الايكو بس ولكن الجنين اخذ وضعيه منعت اليوم الدكتور انه يقدر يتعرف على جنسه. بيقولوا لك انه بجوز هو اخذ وضعيه السجود او انه الحبل السري بمكان ما قدر اليوم الدكتور. بيبقى يعني ممكن يصل للشهر الخامس او السادس على نفس الوضعيه. فشو اليوم هيك الدكتور في شيء اجراءات اليوم لحتى نقدر نعرف او لا يعني او شو هي الوضعيات اللي ممكن ما تقدر تخلي الدكتور اليوم يحدد شو هو جنس المولود؟ تحديد جنس المولود يعتمد على تقنيه الايكو وخبره الطبيب. يعني في ايكو حديث وفي ايكو اقل حداثه وخبره الطبيب ووضعيه الجنين. فاذا كان وضع الجنين بوضعيه تسمح له انه نشوف الجنس تبعه فارد رجلين وبعدهم عن بعض فينا نشوف جنس الجنين ونخبر السيده بالنهايه نحن بنتمنى الصحه والسلام ان كان للام وان كان للجنين، واكيد اليوم الدكتور هو محمل بامانتين اليوم روحين بين ايديه. دكتور بنتشكر حضورك لليوم وبنتمنى لك هيك يوم حلو لك. شكرا لكم، وانا اشكر برنامجكم واشكر القائمين على البرنامج، وان شاء الله تكون المعلومات ان شاء الله استفادوا منها المشاهدين علميا و نورت صباحنا. اهلا وسهلا فيك دكتور، نورت صباحنا لليوم. اما هلا صار الوقت رح نروح لغرفه الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلنا أحمد كنان. يسعد صباحك. صباح الخير رشا وصباح الخير نيرمين إليك أيضا. الآن موجز لأهم الأخبار من قناة الإخبارية السورية. موجز 10 صباحا من الإخبارية السورية. استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة طرابلس بالضفة الغربية. مراسل الإخبارية ذكر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على فلسطيني وذلك قرب حاجز حوارة جنوب مدينة طرابلس ما أدى إلى استشهاده. وكالة وفا ذكرت أن أهالي مخيم عقبة جبر الواقع جنوب مدينة أريحة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة، مشيرة إلى أن المدينة ما زالت محاصرة لليوم السابع على التوالي.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن لدى إيران كوادر كفوءة يعتمد عليها لإزالة العقبات، ولا ينبغي أن ننتظر الأجانب لحل المشاكل الداخلية. رئيسي قال في حشد مع أهالي مدينة ري جنوب العاصمة طهران إن أهم قدرة لإيران في الظروف الحالية هي القوى المخلصة والوفية للثورة الإسلامية والقيم أيضا، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني شعب شامخ ويفخر بالوقوف أمام القوى العظمى. ناقش مجلس الأمن الروسي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين ملف مكافحة الإرهاب. مصادر إعلامية ذكرت أن المجلس استمع خلال الاجتماع إلى تقرير مديرة هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف، وذلك حول محاربة الإرهاب. وأكد بوتين أن محاربة الإرهاب وضمان الأمن الداخلي يحظيان باهتمام خاص في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الروسي على مناطق استراتيجية هامة في دونتسك وتقدم نحو مدينة أوليغدار، وذلك بشكل حلقة نصف دائرية من الشرق والجنوب الشرقي لإحكام السيطرة واستعادة المدينة. هذا وأشار مستشار رئيس جمهورية دونتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي أنه أعلن السيطرة على مدينة أوليغدار تدريجيا في شكل حلقة دائرية، إذ باتت المدينة فعليا في نصف الحلقة، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل وصعوبات حقيقية لإيصال الدعم والذخيرة إلى المدينة. ختام موجز العاشرة، عودة إليك نيرمين ورشا في صباح الإخبارية. شكرا لك أحمد، وأكيد مكفاين بباقي فقرات صباحنا غير، ووصلنا لمساحتنا التالية هي رح تكون ضمن علوم الطاقة. رشا، أكيد نيرمين، كتير مننا واليوم ما حدا مستثنى من هي الحالة. أحيانا هيك بنصفن بنكون عم نحكي قصة فمننسى أسماء بعض الأشخاص، بنكون بنعرفهم كتير منيح، ممكن ننسى أماكن، ممكن بلحظة أنت تنسي شو عم تعملي. هلأ أنا بصير معي بقوم بدي أجيب غراض، بوقف لساني بقول أنا لوين رايحة تماما لمدة ثانية يعني. صحيح رشا، أحيانا كلياتنا مثل ما قلتي بننسى أسماء، أحيانا بصير بنحس في ضعف بالتركيز عنا، بتحسي قدراتنا العقلية شوي تراجعت، مع أنه بنكون يعني أساتنا بعزل الشباب. هلأ بيقولوا أنه العمر له علاقة، بس ما بعرف، يمكن اليوم علميا الضغوط اللي عم نعيشها، الشغل، روتين الحياة، الضغط الاقتصادي الاجتماعي، أكيد هذا الشيء له تأثير كتير سلبي على ذاكرة. اليوم لنحكي أكثر عن القدرات العقلية وكيف نحن قادرين اليوم نروح للتمارين نقوي من التفكير عنا. أكيد في تمارين كتير متبعة اليوم ضمن التنمية البشرية، ولكن اليوم ضيفنا حيجاوبنا عليها بأسلوب مختلف. ضيفنا لليوم هو محمد جاويش، مدرب في علوم الطاقة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا رب يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الورد. بالبداية خلينا هيك نحكي أكثر عن موضوع القدرات العقلية وكيف تتفاوت اليوم بين شخص وآخر. تمام، هلأ خلينا نتفق أنه العقل هو واحد عند البشر، ولكن اللي بيختلف هي القدرات العقلية. نحن كبشر طبيعيين بنستخدم بنسبة تقريبية بنسبة 7% من قدراتنا العقلية، بتختلف عند الفلاسفة أو عند العلماء، فممكن هن يستخدموا بنسبة 10 كمان نسبة تقريبية لل 12%. طيب كيف ممكن ننمي نحن هاي القدرات العقلية؟ هلأ أول شيء في عمليات عديدة نحن ممكن ننمي من خلال قدراتنا العقلية، إن كان القراءة، التحليل، التجربة، كلها تجارب وقصص تخلينا ننمي قدراتنا العقلية كبداية. طيب وقت من نقول تنمية قدرات عقلية نحن فورا نروح للتنمية الإيجابية، نروح للشيء الإيجابي ونبتعد عن الشيء السلبي. اليوم إذا بدنا نقول نحن عنا أفكار سلبية وأفكار إيجابية ضمن العلم، كيف نحن قادرين نفسر هذا الشيء؟ إذا بدنا نصنف الأفكار الإيجابية أو الأفكار السلبية، هي بالنهاية عمليات عقلية. تمام، بالنهاية العقل بيعمل عمليات عقلية عديدة، إن كان كتفكير، استدلال، استدراك، تحليل، كلياتهم اليوم العقل عم يقوم فيهم. الأفكار الإيجابية خلينا شوي نصنفها ضمن التفكير الإيجابي. نعطي أمثلة. أمثلة طيب على فرض أنا كطالب جامعي اليوم بهي الفئة العمرية تعرضت لموقف وصار عندي تقصير بدراستي، الحل ببساطة أنه أنا ألجأ لشيء خليني أعوض هذا التقصير، ممكن أني كسف ساعات الدراسة، ممكن أني ألجأ لورشات خاصة أو ورشات تدريبية أعوض من خلال النقص الدراسي، أحسن ما أمسك أقول والله أنا قصرت هذا الفصل يلا بلا ما أقدم موادي مثلا خليها للفصل الجاي. طب هاي نتيجة إيجابية، عرفت شو المشكلة اللي صايرة معي، حللت، قدرت أني أوصل لنتيجة تحلليها.
عرفتي؟ هاد فيني سميه فكرة إيجابية أو تفكير إيجابي، يعني أنا فكرت بنتيجة منيحة، خلقت لها حل، وصلت لنتيجة ممكن ترضيني بالنهاية. طيب خلينا هيك نحكي ايضا عن موضوع كنا عم نحكي عن الافكار، عن انواع التفكير. يعني بنسمع حدا بيقول انه تفكيره عاطفي، تفكيره منطقي، تفكير ابداعي، يعني كثير بنسمع بقسموا انواع التفكير. شو هن؟ خلينا نتعرف على الانواع. مثل ما قلنا، مثل ما العمليات العقليه بتختلف، كمان التفكير يلي هو من ضمن العمليات العقليه بيختلف من شخص لاخر. بالنسبه لانواع، عندنا مثلا تفكير ايجابي، عندنا تفكير ابداعي. التفكير الايجابي ذكرنا انه مثال، فيني اعتبر انه التفكير الابداعي هو اعلى العمليات العقليه او اعلى انواع التفكير. حنحكي عنه مثال كمان اذا بدك. طلع فيني تحب الامثله اليوم. اليوم قبل ما تطلب مثال شوي المعلومه. صحيح. كمان كل حدا عم يشوفنا اليوم، التنميه البشريه والطاقه، يعني هي صح علوم كثير صارت منتشره، ولكن لهلا في ناس ما بتعترف فيها. فاليوم نحن وقت بنقول نعطي امثله كرمال نشوف انه نحن شيء من الواقع عم نعيشه، تتطابق مع الواقع اللي نحن عايشين فيه. هلا السلوكيات والمواقف والمشاعر اللي نحن بنعيشها بشكل يومي هي بتاثر بتصرفاتنا بطريقه حتى نحن كبشر مستحيل نتوقعها. التفكير الإبداعي على نفسها مثلا المشكلة اللي أنا تعرضت لها بدراستي. طيب أنا ما مشي حالي بهي الورشات مثلا. لا. على فرض طيب بدي أفكر بحل جديد ممكن ما يخطر بحل حدا ببال حدا، عفوا، يعني يكون تفكير أو خلق حل ما أنه موجود بالحياة الطبيعية، ما راح يكون حل خالق خارق للطبيعة بالنهاية، ولكن هو بيقولوا بالعامية كرياتيف، خلاق، تمام؟ فأنا ممكن أفكر بطريقة خلاقة مستحيل مثلا الأشخاص الطبيعيين يفكروا فيها. طب أنا كيف ممكن بدي أوصل لهي الطريقة من التفكير؟ كمان عن طريق تنمية الأفكار أو القدرات العقلية، عن مثلا عن طريق التجربة، القراءة، الاستدلال، الاستدراك، فيني نمي كل هدول المعارف. طب نحن حتى نقدر ننمي هذه التنمية والقدرات كمان متعلقة بشخصية الشخص. يعني اليوم عندك شخص سلبي بالحياة. صحيح. يعني شخص إذا بتقعد معه بسحب، ماني عم أشر عليك بس يعني حسيت لا، بتحس إنه هو سحب كل شيء إيجابي منك وخلاك إنه أنت اليوم عن جد ممكن تميل له شوي. اليوم صاحب النظرة الإيجابية كيف شو متكون صفاته؟ كيف هو قادر يحافظ على هاي الطاقة اللي عنده؟ هلا أول شيء هو شخص بده يكون متفائل، بغض النظر ممكن ينط له شخص سلبي يقول له ما في شيء ممكن يفائل بالحياة، بس إذا شخص ممكن... واحد منيح كيف ممكن يتفائل؟ بيتفائل ببساطة بثقته بنفسه، بثقته بمعارفه، إنه ما يكون شخص يدعي المعرفة بكل شيء. طيب إنه أنا نحكى موضوع قدامي ممكن ببساطة فيني أقول أنا ما بعرف أحكي عن هذا الموضوع، حابب أتعلم عن هذا الموضوع. فببساطة بده يكون عنده مسؤولية، بده يكون عنده مثابرة، بده يكون عنده ثقة بمعارفه، بده يكون عنده ثقة بقدراته، ثقة بنفسه، وهي أهم شيء. طب كيف ممكن نحن ننمي كل هدول؟ هلأ أنا بصراحة برجح التجربة أهم شيء، بغض النظر أنه ممكن يقولوا الطاقة والعقل وكذا، التجربة ممكن شوي تختلف عنهم، بس هي كمان أساس للمعارف. من أيام زمان، من أيام العصور القديمة، التجربة أساس المعارف بالحياة. فنحن قد ما جربنا بالحياة يعني رح نتعلم أكثر. في كتير عالم بتقرأ 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 ولكن هي ما بتعرف تطبق، لأنه ما في تجربة أو ما في معارف سابقة بالتجربة عندهم. طيب خلينا أنا هالمرة بدي أقول لك أعطينا أمثلة. مثلا بالحالة العادية كتير نحن بنكون مشوشين، بنحس طاقتنا نازلة، عندنا كتير مهام، ما بنعرف من وين بدنا نبلش. خلينا نعطي هيك شوية تمارين اليوم ممكن الواحد يسويها بالبيت بينه وبين حاله شوي، خلينا نقول تشحذ الدماغ والقدرات العقلية. يعني هلا أهم شيء أنا بالنسبة لي هو الوقت، نعرف كيف ننظم وقتنا. طب كيف بدنا نعرف ننظم وقتنا إذا نحن هذا الوقت كله مبعثر عنا؟ ببساطة فيني حد جدول بسيط برجح المهم والأهم بحياتي. مثلا أنا اليوم الصبح لازم يكون عندي مقابلة الصبح، الظهر عندي شغلي، المساء عندي التزاماتي مع أهلي. هل من المنطق أنه في الساعة 6 الصبح وخلص التزاماتي مع أهلي؟ لا، ببساطة فأنا بحط بحط الأهم، بعدين بروح على المهم. جدول ممكن أني نظم وقتي من خلاله. اثنين، ممكن ألجأ للقراءة والمعارف قلت لكم. ثلاثة، ممكن ألجأ أني جرب كتير شغلات ما تكون موجودة بحياتنا الطبيعية. أربعة، خلينا نتخيل صندوق، تمام؟ يقال عنه بمصطلح تفكير داخل الصندوق وخارج، والتفكير خارج الصندوق. كل شيء معارف وكل شيء خبرات وكل شيء عادات وتقاليد نحن متعودين عليهم أو عرفناهم بحياتنا الطبيعية هن موجودين داخل هذا الصندوق. فأنا أي مشكلة ممكن أتعرض لها، أي قصة بدي أتعرض لها، دغري رح أرجع لهدول المعارف. خلص ما عندي قدرة على التفكير الإبداعي، ما عندي قدرة على خلق حلول للمشكلة، عالج المواقف بنفس الطريقة اللي عالجت فيها بمواقف سابقة. بالضبط. فهذا الشيء ممكن يعطيك نتيجة مؤقتة وما رح تكوني راضيانة على الحل مع المستقبل. بيجي شخص تاني عمل قدراته
العقلية عالية، طيب هذا الشخص بيستخدم التفكير الإبداعي، فهو ببساطة ممكن يفكر خارج الصندوق، يعني يطلع على كل هدول المعارف والخبرات، أكيد ما راح ينسفهم بالنهاية، بالنهاية هن المعارف سابقة، يخلق منه الحل كان موجود خارج هذا الصندوق. فببساطة مثلا أنه الشخص والله ما أنه قادر ينظم وقته، طيب في شخص تاني بنفس الانشغالات بالحياة بس قادر ينظم وقته، ببساطة كيف؟ قسم وقته بطريقة صحيحة، عرف يجرب شغلات كثيرة بالحياة، قرأ، تعلم، صار عنده خبرات عديدة بالحياة، كمان اليوم حتى العلاقات الاجتماعية بتساعد بالمعرفة بطريقة جدا رهيبة، أثر بطريقة كتير رهيبة. صح صح. خلينا نسألك عن موضوع دائما بيقولوا فرغ مخك من الطاقة السلبية أو من الأفكار السلبية، هي عملية التفريغ كيف بدنا نسويها؟ هلا في عملية تفريغ الطاقات أو الشحنات السلبية بتختلف من شخص لآخر، في شخص بيفرغ بالقراءة، في شخص بيفرغ بالنوم، في شخص بيفرغ أفكاره السلبية بمشوار مع أصدقائه، هي بتختلف من شخص لآخر، ولكن تفريغ الشحنات السلبية أو الطاقة السلبية أو حتى الأفكار السلبية هي قرار داخلي، يعني في كتير عالم مثلا ممكن يطلعوا مع رفقاتهم ليغيروا جو وما بيمشي الحال، بينكدوا على الطلع كلياتها، لأنه ببساطة هن ما عندهم القدرة على هذا القرار الداخلي، فتفريغ الطاقات السلبية هو قرار داخلي ببساطة، ممكن تفرغي بالقراءة، بالاسترخاء، باليوغا، بأكثر من عملية. طيب ولكن اليوم نحن بنسمع كتير بعلم الطاقة والتنمية البشرية إنه هن في بعض التمارين بتساعد الشخص إنه يتخلص من أفكاره السلبية، إن كان بالضغط بأماكن معينة على الجسد. صحيح. أعطينا أمثلة. اليوم نحن بحاجة هدول القصص كتير، اليوم يعني الجو بشكل عام والضغط اللي عم بيعيشه كل الناس اليوم بحاجة اليوم إنه يعني يتعلموا هدول التمارين يعني. صحيح. هلا أبسط تمرين أو أبسط مثال ممكن يتطبق هو إنه الشخص يقعد قاعدة صحيحة بالبيت، ممكن يركز يحط قدامه شمعة، يحاول ينظم نفسه بطريقة صحيحة بين الشهيق والزفير، ببساطة يركز، مو بالضرورة تكون شمعة، ممكن تكون نقطة ارتكاز لنظره، يحاول يركز بهي النقطة أو بهي الشمعة يفضي فيها كل الطاقات السلبية. طب كيف ممكن يفضي فيها كل الطاقات السلبية؟ خلال التركيز. هنرجع لنفس قصص العمليات العقلية، بده يركز بهذا الشيء اللي حابب انه عن جد يفرغ فيه طاقات سلبية ليقدر هو يفرغ فيه طاقات سلبية. في عالم بتقول ممكن بالإيدين، بأصابع الإيدين، انه بضغط على الساعد، بضغط على أماكن في نقاط معينة. صحيح. بالجسم في نقر، انا كنت اعرف حدا بعلم الطاقة انه يعني اللي وقت اللي بيكون في شيء تفكير سلبي شيء انه حتى مطاطة ونقري فيها هيك على المعصم انه ممكن تروح، بس ما جربتها للأمانة يعني. حتى تفريغ الطاقات من الايدين والاقدام صارت تستخدم اليوم بالعلاج. كمان بالعلاج الفيزيائي. تمام. طيب خلينا نقدم هيك نصائح اليوم لكل الاشخاص اللي حابين يعني يجددوا طاقتهم، يشحنوا حالهم بطاقه ايجابيه او حتى يتخلصوا من الطاقه السلبيه اللي عم يعيشوها. تمام. هلا انا اول شيء بفضل انه نحن بالحياه بنربط بين المعارف والعمليات العقليه والطاقه، لانه ببساطه كله راح ينفذ على كله. برجح القراءه، القراءه اليوم عم تعطينا معارف كثير كبيره. اثنين، برجح التجربه، قد ما جربنا قد ما راح نتعلم اكثر، بدون التجربه نحن كل المعارف اللي عندنا مستحيل نقدر نطبقها. برجح انه لو كل يوم ربع ساعه يكون عندنا ربع ساعة مع حالنا نفرغ من خلالها طاقة سلبية، إن كان استرخاء، يوغا، ممكن حتى قراءة كتاب مثل ما قلت لك، ممكن مشوار مع الأصدقاء نقدر من خلاله نفضي طاقة سلبية. دائما في نقطة يعني من خلال تجاربنا أنه الناس اللي حوالينا هنن العامل الأساسي بهي الطاقة. صح. إن كان سلبي أو إيجابي. يعني بنتشكر حضورك اليوم ولكل المعلومات اللي قدمتها. نهارك حلو هيك ومليان بالطاقة الإيجابية. نهارك أسعد يا رب. شكرا كثير لك ولكل المعلومات اللي قدمتنا اياها، وان شاء الله هيك الطاقه الايجابيه لكل الناس. ضلك بخير يا اما هلا رشا، خلينا ننتقل لمساحه جديده من مساحات صباحنا غير، رح نروح فيها لمؤسسه مبدعون من اجل وطن يلي اقامت حفل اعلان جائزه مبدعون السنويه لعام 2022 عن فئه الشعر، وذلك في مكتبه الاسد الوطنيه. التفاصيل مع زميلتنا رزان سليمان. وفاء لأهدافها برعاية التميز والإبداع الثقافي والأدبي والعلمي، أقامت مؤسسة مبدعون من أجل وطن حفل إعلان جائزة مبدعون السنوية لعام 2022 عن فئة الشعر، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.
فائزين يعني منوعين ما بين الشباب والأعمار الأكبر قليلا. وحتى الحفل الفني اليوم المرافق لهذا الاحتفالية هي عبارة عن مبدعين سوريين من مؤسسة مبدعون على مستوى الغناء، على مستوى الموسيقى، على مستوى الفنون الشعبية، فهو منتج لهذه المؤسسة حبينا نقدمه بطريقة أو بأخرى لنقول أنه سوريا ولادة، سوريا فيها شباب مبدع، سوريا فيها رغم كل الأزمات، رغم كل ما يحصل، هي حاضرة وجاهزة دائما لإنتاج المبدعين السوريين. ونحن مثل ما بنقولها دائما، من رحم الألم يخرج الأمل، والأمل موجود بالشباب السوري وتثبيت وجوده على الأرض السورية. هذه المسابقة عملت تحت عنوان كبير وهو مبدعون من أجل الوطن، بمعنى أننا بحثنا دائما عن المبدع ولا سيما في المجال الثقافي الذي يعتبر إلى حد بعيد هو الأهم. الواقع تقدم يعني تقدم عدد كبير من المشاركين إلى هذه المسابقة، وكنا حريصين كلجنة التحكيم على أن ننتقل أكثر تميزا، على اعتبار أن الكثير من هذه القصائد كانت مميزة، ولكن كنا نبحث دائما عن الأكثر تميزا. موجودين لنحتفل بإطلاق الجائزة السنوية لمبدعون من أجل الوطن. طبعا هي الجائزة من توج الفائزين، وهي الجائزة طبعا هي السنة عن الشعر المجتمعي حول المحبة، نبذ العنف، التعايش السلمي وتقبل الآخر. تم التحضير لها خلال هي السنة، وتقدم لها تقريبا من 200-300 قصيدة وشاعر من مختلف المحافظات ومختلف الأعمار. طبعا كانت تم انتقاء القصائد الرابحة من خلال لجنة الحكم يلي هي قامات مبدعة وأدبية. بحكم متابعتي لأنشطة المراكز الثقافية وحضوري فعالياتها، وبحكم أنني كنت مواكبا لإطلاق مؤسسة مبدعون من أجل الوطن وإطلاق مسابقتها التي أعلنت عنها، وضعت في بالي أن أشترك في المسابقة لهدفين، أجلهما الدعوة إلى الوحدة الوطنية التي نحتاجها اليوم، حيث كان أحد شروط المسابقة أن تكون القصيدة فيها دعوة إلى الوحدة الوطنية. الشرط الثاني هو محاولة خلق حالة من الإبداع في المشهد الشعري الذي نحياه اليوم، والذي بصراحة أرى فيه قلة إبداع ربما من تسلق البعض على مجال الأدب والكتابة. حاولت أن تكون لي بصمتي الخاصة في قصيدتي. تسعى مؤسسة مبدعون من أجل وطن لاستثمار المواهب ودعمها وتسليط الضوء على كل موهبة في كافة المجالات، فشعارها الأساسي نستثمر في الإنسان لبناء الوطن، وبهذا الشباب الواعد يبنى الوطن. نستثمر في الإنسان لبناء الوطن شعار مؤسسة مبدعون من أجل وطن، التي تسعى دائما لرعاية التميز والإبداع الفني والثقافي والأدبي. من مكتبة الأسد بدمشق، رزان سليمان، الإخبارية السورية. رح ننتقل لمساحة جديدة ضمن صباحنا اليوم. هاي المساحة أكيد بتهم الصبايا بشكل عام، يعني دائما عنا هاي الحيرة، نحن شو بدنا نلبس، عنا المناسبة الفلانية، حابة غير موديل، حابة ألبس شيء بعيد شوي عن الروتين وعن الموديلات اللي بسوق. دائما عالم الأزياء والتصميم هو عالم واسع، ويوم عن يوم أو فينا نقول كل يوم في تحديث لكل الموديلات. صحيح، ودائما قد ما كان في موضة رشا، دائما البنت يمكن بتقدر تخلق بصمتها الخاصة بعالم الأزياء. ومثل ما قلتي، لما نكون في مناسبات يعني في استنفار، شو بدنا نلبس، شهرين قبل وشهرين بعد. صحيح، وبطلع نص العرس لابس نفس الشيء تقريبا. على أساس شيء جديد اليوم أنا. لنحكي أكثر عن الأزياء وعن الموسم الشتوي والموسم الصيفي، وشو أهم الموديلات اليوم للسهرة والأعراس. ضيفتنا لليوم مصممة الأزياء هلا حبش، حتخبرنا بكل هدول التفاصيل. يسعد صباحك. صباح النور. كيفك؟ تمام والله. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا هيك بالبداية، دائما نحن بنحكي بنقول هيك الموضة، هي الدارج هاي السنة، من وين بتنشأ الموضة؟ يعني مين اللي بيدرج هاي الموضة؟ خلينا نحكي إنه هي الموضة بس يعني هي للأزياء، ولا ممكن تكون للملابس العادية اللي احنا بنلبسها بشكل روتيني؟ هلا تقريبا الموضة بتطلع من فرنسا ومن إيطاليا، من دور الأزياء الكبيرة، شانيل وإيف سان لوران وهدول القصص، وهن بيحطوا تقريبا يعني خطوط الموضة والألوان الأساسية اللي بتنزل للفساتين وللسواري. يعني بالنسبة للألوان، الألوان دائما بتأثر على السبور شيك وبتأثر على الفساتين السهرة، يعني بتأثر هون وهون.
فيعني بنتبع الالوان دائما من دور الازياء العالميه. طيب اليوم هلا وقت اليوم حضرتك بمجال عملك ومصممه ازياء بتقولي انه هذا الشتي خلينا نقول اللون الاسود هو لون الشتي بغض النظر عن اللون، او الصيف اليوم حنروح للون النيلي، اليوم على شو بتعتمدوا بتصنيف الالوان للمواسم؟ تصنيف الالوان المواسم كل موسم كصيف او شتاء يعني دور الازياء هي اللي بتنزل الالوان الدارجه. يعني مثلا هلا الوان الدارجه لهالصيف كانت اللي مضى كان في الالوان الوردي والالوان الباستل كلها، يعني الوان الباستل السماوي الفاتح كان في جرأة صحيح بالالوان تمام، وكان في الاخضر مو معقول شو بكل درجاته، يعني الاخضر الكيوي، الاخضر الزمردي، الاخضر الغامق الفاتح كثير دارج، وكمان للصيف القادم لسه نحن نمشي بالاخضر كثير هالسنه، هي يعني لابسه اخضر اليوم يعني ايوه هذا الاخضر كثير مشتاق على الموضه والوردي كمان كثير دارج، الوردي اللي هو اللون اللي رايح بين الفوشيا والفوشيا اللي رايح شوي على احمر، يعني هذا اللون كثير دارج كمان للصيفيه الجايه. اليوم في شيء مميز عند هلا يعني كان بطريقه التصميم او بالاكسسوار اللي استخدمته؟ بس انا اول فستان كثير حبيته اخضر على زيتي. صحيح، يعني صاروا 20 سنة تقريبا بعالم تصميم الأزياء، شفنا كتير تصاميم متفاوتة إذا بدنا نقول، يعني مختلفة بالأفكار. اليوم خلينا نحكي على صعيد مثلا كل مصمم بيكون له بصمته الخاصة، صحيح؟ هلا شو بصمتك؟ هلا أنا كتير بعتمد اللون اللي يلبق للصبية، يعني على بشرتها شو يلبق لها، هي أول خطوة. والقصة اللي تلبق لها لأنه أحيانا بتكون طويلة قصيرة نحيفة، يعني كتير بدقق على هالموضوع، وتداخل الألوان أنا كتير بحب تداخل الألوان. بصمتك بحب كثير تداخل الالوان، يعني دائما بحب فوت لون مع لون، حتى لو كان الوان الباستل مع بعضها او ان كانت الوان متضاده، يعني مثل كان الصيفيه الماضيه في الاخضر والتركواز مع بعضهم او النيلي والاخضر والزمردي، يعني في فوشيا وموف، في وردي وموف. هلا الصيفيه هي اكيد كثير رح تشوفي كثير الوان الفوشيا والوان الموف مع بعضها. هاي الصيفيه الابيض كمان حنقول الابيض كثير، الابيض كمان دارج، يعني بقوه نازل هالصيفيه، مع انه بكل السنوات ما بينزل كثير لون الابيض، بس السنه كثير نازل يعني بشكل قوي. طيب هلا حكينا عن الالوان، ولكن خلينا نروح للتصاميم. دائما بحب المصمم يكون في شيء خاص له، وشفنا اليوم هيك عن طريق الكليب اللي حضرتك جهزتينا اياه انه في لمسه جريئه، يعني كان بتداخل الالوان ان كان بالورد، ما في شيء ساده، ما شفنا شيء ساده، يعني دائما بتحبي انك تدخلي شيء على القطعه تعطيها روح. اليوم التصاميم بتعتمدي على حالك افكارك، حضرتك خريجة فنون جميله، هذا الشيء اكيد ساعدك بالقصه، واليوم اكيد الصبيه وقت اللي بتجي بتعطيكي فكره عن القصه. هلا طبعا يعني الصبيه اللي بدها تيجي تلبس الفستان او المدام اللي تيجي تلبس الفستان احيانا بيكون يعني هي بتعطيني اول شيء بستوحي منها انه هي شو بتحب او شو حابه تلبس مثلا، عرفتي كيف؟ ودائما بساعدها انه تاخذ التفصيل اللي تلبق لها وتلبق لجسمها، لطولها، للون بشرتها، لانه كثير هاي الامور كثير يعني بتعطي لمسه للفستان. ودائما يعني مثل ما شفتي هلا لمسات العقد وهالشغلات اللي بنحطها على الفستان يعني بتعطيها هيك روح افه، يعني قويه للحركه، يعني بتعطي حركه وبتعطي روح حتى اذا كانت فيها الوان متضاده او هيك. فتصميم الفستان دائما بيستوحي من الزبونه بنفسها من ذاتها، وبعدين بحط التصميم وبعدين بفصل الفستان. طيب كثير بنشوف هاي الحاله بتجي زبونه مع الصوره بدي مثل هذا، بتحب تفضلي هاي الطريقه، بتحبي تشتغلي فيها ولا لا انت بتشوفي اذا الملائم وبتعدلي له بحيث انه هو يناسبه اكثر؟ هلا كثير احيانا بيجوني زباين انه انا بدي مثل هذا الفستان بالضبط بدي مثل هذا الفستان. هلا بحاول انا اني يعني هي بتكون حابة تلبس هذا الموديل لأنه هي بتحس حالها لما بتوقف على المراية أنه هذا الموديل هو اللي بيلبق لها،
يعني بيلبق لها هذا الضيق او هذا القصير او هذا، بساعدها احيانا بيكون في نقاط غلط يعني، فبقيسها فستان من عندي بحيث انها غير لها فكرتها انه في شيء بيلبق لك او في شيء ما بيلبق لك. في شيء ثاني كثير بتكون هي الفكره انه هو بيلبق لها او هالقصه بتلبق لها، فبقيسها فستان انه يكون قصته تلبق لها لحتى تقدر يعني تتخيل كيف راح يطلع بعدين الفستان اللي انا بدي صمم له. طيب هلا خلينا نحكي، شفنا بضمن الكليب هيك ان شاء الله هلا نرجع نشوف ولو جزء منه، نحن عم نحكي نستعرض الفساتين، شفنا شيء للزفاف فستان عروس. اليوم هذا قد ايه بده دقه وقد ايه بده شغل، قد ايه بياخذ معك وقت؟ هلا فستان العروس تقريبا يعني اقل شيء بياكل شهر شغل، لانه بيكون فيه تفاصيل كثير كبيره، خاصه لما بيكون فيه تنزيل رسمه معينه على مساحه كثير كبيره، لانه احيانا بيكون الفستان بياكل 14 متر مثلا، احيانا بياكل 9 امتار، احيانا بياكل 7 امتار، يعني حسب حجمه قديش بده يكون الشاحط تبعه او بده يكون الحجم من وراء. فاقل شيء بياكل شغل شهر يعني متواصل، والتفاصيل اللي فيه دائما بعد ما يعني منظبط بدنا نحط الحجار، وبدنا نحط الحجار اللي تلبق له، وبدنا نحطه وكيف، يعني بياكل تفاصيل كتير وبياكل شغل. عم نشوف بعد اللقطات فساتين عرس وكأنه قديش مشغول فيهن، وعن جد قديش فيهن تفاصيل. انا كنت اسألك انه شفنا السنة الماضية نرمين كتير، بالفترة الماضية كان شاحت كتير دارج للعروس. مزبوط، رح نرجع نبقى بهاي الموضوع. اكيد اكيد هتبقى يعني اكيد 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 الشاحت العروس يعني هذا شغلة، مو انه موضة او بتبطل او ما بتبطل، هو يعني دائما بده يكون متواجد، لانه بس يعني فيه حركه ثانيه انه ممكن نحن نرفعه. بس كنا نشوف انه عرايس ما تروح له يعني هلا على حسب حجم الاعراس، يعني دائما الاعراس لما بتكون كبيره وبيكون في عندك حجم الصاله كثير كبيره، فبتفضل العروس تكون فستانها شوي كبير لحتى تظهر. احيانا بتكون في حفلات صغيره او يعني ما كبيره كثير، فبنلم الفستان شوي او بتكون حجمه اصغر. يعني بحس بيعطي هي جمالية للعروس، يعني بتحسي عن جد بهجة عروس، عم تشوفي عروس قدامك. صح، يعني صحيح. طيب خلينا نحكي أكثر عن موضوع تكرار الموضة خلال السنوات. دائما بنشوف شغلات احنا شايفينها بالثمانينات أو التسعينات أو حتى بفترة قصيرة بتروح وبترجع، هيك دائما أهالينا بيقولونا أنه مثلا ما تكبوا هاي الشغلة بترجع موضتها. مزبوط. خلينا نحكي عن في شيء رح يرجع هذا يعني بالربيع بالصيف موضة قديمة. دائما موضة السبعينات هلا كثير يعني من السنة الماضية والسنة اللي قبلها يعني وحتى السنة الجاية رح نضل نشوفها، لأنه موديلات السبعينات بتعطي أنوثة، يعني الخصر الضيق مع الفستان العريض القصير شوي بيعطي أنوثة للصبية. صحيح. فيعني نحن دائما يعني بتميل دائما الموضة لأنه تظهر أنوثة المرأة. فدائما حنشوف دائما لسه لسنوات لقدام حنشوف موديلات السبعينات لسه أنها رح تضل دارجة. حتى الكوب العريض شفناه كتير بالفترة الماضية، إن كان بالبناطلين بالسالوبات يعني رجع، ورجعت الصبايا تحب. يعني أول شيء شوي هيك الفكرة إنه نرجع على أيام زمان نلبس الكوب العريض، ولكن كتير بيلبق وأنا كتير بحبه، يعني بلاكس بتلاقيه بيخفي بعض الدفايات النحيفة بيعطيها كمان شكل حلو. يعني مزبوط. هلأ هو هالستايل اللي هلأ دارج كتير بأنه الثياب العريضة أو اللي فيها شوية فضفضة أو وساعة بتضيع التفاصيل، عم بتضيع التفاصيل، وعم يعني الناس عم تروح لللباس المريح، يعني الشغل صارت يعني صار الدوام أكبر، الوقت طويل أكتر، دائما الملابس سبورشيك عم تروح للأريحية، عم تروح للأريحية. طيب خلينا نحكي اليوم عن نصائح ممكن تقدميها لكل سيدة حابة تجدد بخزانتها. إذا بدنا نقول نحن هلا الشتي قرب يخلص، فايتين على مرحلة جديدة ربيع وصيف، فكيف ممكن هي تجدد بخزانتها أو حتى تختار قطعة جديدة حابة تقتنيها؟ هلا نصيحتي لكل صبية إنها تلبس شيء بيلبق لها، ما تلبس يعني تروح كتير برا الموضة، لأنه دائما الموضة يعني في إلها خطوط معينه، ممكن ما تلبق لها عريض ضيق كذا، يعني دائما تلبس القطعه اللي هي بتشبهها وبتلبق لها وبتبرز انوثتها. يعني انا هذا نصيحتي لها. قبل ما نودعك هلا في شغله نقطه الكل يعني كل حدا عم يشوفنا رح يعرف انه هي موجوده، بتقول لك انا ما عندي شيء البسه،
بتفتحي الغزانه الغزانه مليانه، بس لا البنطال بيلبع الكنزه ولا الكنزه لا بقى البنطال. اليوم شو سبب عدم التنسيق؟ اليوم كيف هيك قادرين انه عن جد يكون في اساسيات بالخزانه ما نفتحها ونقول نحن ما عندنا شيء مسكر؟ هلا انا دائما بقول انه دائما الخزانه نصيحه لكل صبيه كمان، الخزانه لازم تترتب بالاطوال. يعني القمصان لحال، البناطيل لحال، الجواكيت لحال، كل شيء لحال لازم وبالاطوال. هذا كتير بيساعدك انك لما بدك تنسقي قطعه بدك تلبسيها وتوقفي على مرايه تلبسيها، كتير بيساعدك تنسيق الخزانه. وسحب القطعه اللي لونها مثلا انت حابه هذا القميص مثلا لونه اصفر على فرضنا، بتاخذيه عند البناطلين والبناطلين مصفوفه قدام بعضها، فبتقدري تختاري له البنطلون اللي يناسبه او الجوب اللي تناسبه، يعني بيكون اسهل لما بتكون الخزانه مرتبه بالاطوال وبالتفاصيل بيكون كثير اسهل على الصبي. وفي شيء باختيار الالوان يمكن بصير بالفطره مثل ما قلتي تلبيق الالوان قدام بعضها، في شيء بيقولوا لك مثلا مصممين انه نحن بنستوحي الالوان من الطبيعه، هو اسهل شيء يعني تلبيق الالوان من بعضها. تمام، بس شوفي يعني تناسق الالوان دائما بالتطبيق قدام بعضها لانه درجات الالوان كثير بتختلف. صحيح. يعني الاورنج له كذا كذا درجه، الاخضر، الاصفر، كل شيء له درجاته والدرجات ما دائما بتطبق مع بعضها. نتشكر حضورك لليوم، صباحك حلو، هي هيك البيبيونه حلوه. تسلمي. شكرا هلا، ان شاء الله يكون نشوف اسمك بين المصممين العالمين ونشوف بس لك بسمة حلوه. اهلا وسهلا. شكرا هلا حبيبتي. شكرا كثير لك ولوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها حبيبتي. شكرا. أما هلأ نرمي، نحن حنروح لفاصل ونرجع لنبقى أيضا بعالم الجمال ولكن من نوع ثاني. وبمساحتنا الأخيرة ضمن صباحنا لليوم حنروح لعالم الإكسسوار. كنا عم نحكي عن الموضة والفستان اللي أكيد بيكمله هذا الطوق أو هذا الحلق اللي نحن حنلبسه، بيكمله أيضا الشغل اليدوي اللي نحن بنشوفه على الفستان. اليوم ضمن فقرتنا رح نحكي عن الإكسسوار وحنحكي عن في قدامنا هيك كذا قطعة، مشغولين بروح حلوة من صبية حتكون ضيفتنا لليوم، وحنحكي أكثر عن مشوارك، حنحكي أكثر اليوم عن أهم الشيء اللي اشتغلتيه. اليوم معنا سماح كاخي مصممة إكسسوار، أهلا وسهلا يا سماح. أهلا فيك. كيفك؟ تمام الحمد لله. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك سماح. خلينا هيك بالبداية نتعرف على موهبتك أكثر بعالم الهاند ميد، شو بتشتغلي؟ تفضلي. هلا أنا يعني كل شيء هيك شغلات بالشك بالهاند ميد قصص أنا وصغيرة بحبها، يعني بشكل عام كنت أعملهم أنا على ضفيري مثلا على شغلات بتخصني كذا، فرفقاتي كان يلفت نظرهم هذا الشيء إنه شيء حلو اعملي لنا كذا، وهيك بلشت يعني بقى ساوي شوي شوي، صرت اكثر، صرت على الثياب، على المقات مثلا، على الشناتي، اي شيء يعني ممكن تعطيني اياه. اي بتشوفيها صرتي ممكن أي ممكن انا اعملها يعني ميد. حتى بالبيت يعني بشوف قطعه مثلا بتعجبني بمسك انا بقعد بساويها يعني. اي فصرت انا على الطلبات يعني انا مثلا صبيه عندها هالطاقيه مثلا بدها تعملها، انا باخذها وبعمل لها اياها. شو المواد الاكثر شيء بتستخدميها بالهاند ميد؟ هلا هي الستراس اكثر شيء بشكل عام. لا درجة شفتي العيون وهالقصص وهيك درجوا كتير يعني، فأنا كمان صرت استخدمهم. إيه في منهم أنا على ذوقي، في منهم هن بيختاروا اللون الشكل كذا، في منهم بيعتمدوا على ذوقي. يخربوا الشعرات يعني يخربوا شعراتي، بس أنا بحب الأسود يعني هيك بتحسيهم حلوة. حلوة هي كمان يعني طاقية سادة عملنا على حركة. على اسم صبية أو شاب؟ لا صبية اسم شاب. اسم شاب براء يعني بتشوفي هيك وبتشوفي هيك وهيك هيك. مزبوط. هو هيك وهيك. حلوة الفكرة. فكري نرمين تحطي اسمك على طاقية؟ ممكن بس يعني سلسلي أحلى يعني بتلاقيها. صحيح، بس يعني كتير درجوا الفترة الماضية صراحة، لقيناه هون حدا حاطت أسماء أو يعني الثنائيات مع بعض فيطبقوها. خلينا نشوف كمان شيء على الجزدين مثلا، او مثلا اضافر. كنت بدك تطبقي شيء على الهواء؟ هلا لا انا ما. اوكي المره الجايه معناتها ان شاء الله. طيب جزدان، خلينا نحكي شو الاضافات اللي عملتيها. هلا انا حاطه الستراس يعني على شكل عين، ويعني شيء بسيط لانه هي الشنطه كثير ناعمه يعني ما بدها شيء كثير اوفر يعني. لا كثير العين هي درجة كثير يعني صارت العالم كثير بترغب انه كل شيء فيه عين كذا، اللون الازرق النيلي كثير هدول يعني صاروا مطلوبين. فيك الجزدان عندك كمان. سماح ما هيك كنا حابين اليوم تشتغلي شيء على الهواء وتفرجينا اليوم انت كيف عم تشتغلي هدول القطع. لا ان شاء الله مره ثانيه كمان عين. والستراس كمان هي مطبقه هلا في هيك مثلا الفيست التوب كمان شغلات تانية هيك.
بس انه المميز يمكن بيسمح شو ما شافت عين عليه بعمل له شيء يعني. طيب هون هات فيست هون حاطة اضافات هون وعلى الجياب صح؟ ايه تمام. طيب هذا بالغسيل يعني فيه كفالة اليوم انه يبقى؟ طبعا. شو المواد اللي تستخدميها؟ هي ستراس شو ضد يعني مشان الحرارة الغسيل الكوي كله؟ هلا هو شيء لاصق خاص فيهم يعني يعني هو ما بيصير له شيء لا على المي لا على الحرارة لا شيء ابدا. واسعارهم كيف؟ ما غليت هلا على ال هلا حسب بقى هي يعني انا بحاول قدر الامكان ما اكون كثير يعني اوفر يعني بالاسعار وهيك بس انا حسب نساله يعني. تمام لانه في مواد بالهاند ميد بتكون اسعارها كثير غاليه بس ستراس بعد ما بنلاقي شيء مقبول يعني. ايه هلا فيكي انت كمان لما تروحي تشتري هيك شيء تدوري على الوسط يعني انت ما بدك الشيء الكثير ولا بدك الشيء الخفيف كمان لانه يعني الخفيف حتى ما بيعطي الثقل يعني. طب عم شوف كمان كفر موبايل اليوم حلو الشغل اليدوي هو مشروع صغير صح أيه. يمكن يكون بتبلشي فيه بمرحله صغيره بتصاميم صغيره ولكن هو بالنهايه مشروع ربحي لحضرتك يعني أيه. اليوم عم تسوقي على النت سماح يعني بدايه بسيطه على النت وفي اليوم في تجاوب معك من الناس في عالم كثير بتعرفني وبتحب شغلي بتحب انها كيف بفكر في عالم لسه يعني هي بتختار هاي شو نوفمبر هاي لصبية عيد ميلادها بالله هدية يعني فأنا بس عملت لها إضافات بسيطة هي اللولو والقلب بس يعني شو الفكرة اليوم انه هو محطوط هي عيد ميلادها ب 11 محل نوفمبر. القلب اللي محطوط 11 نوفمبر حبيت فأنا عملت لها يعني. إضافات بسيطة يعني اللولو القلب ساويته كذا يمكن هدول الإضافات البسيطة بيجملوا القطعة يعني هلا أنا حتى الإكسسوار بشتغل عليه بس هلا حاليا ما عندي لأنه هن بيجوني طلبات يعني صبية مثلا عندها حلق حابة تضيف على شيء أنا بضيف لها عندها إسوارة عندها أي شيء ما جربت تشتغلي شيء خاص فيكي بعالم الإكسسوار يعني أنت تصممي إن كان موديل حلق أو سلسلة هلا مبلا جربت في شغلات عاملتها يعني بس إنه مبدئية يعني عرفتي ما أنا كثير هيك يعني بدي شوية وقت أنا جربت اشتغلت شغلات على إيدي سوارة طوق كذا بس انه بدها لسه كمان حتى عم شوفك مشتغلة على الصوف هذا لك قد ايه بتحبي ستراس اليوم كثير مع انه مرقت فترة شفنا انه راحت موطة وصارت القطعة اليوم تخف بوجود ستراس لبسيها يعني بيخربوا شعرها بيخربوا شعرها بلبسها هلا انا كثير بشكل عام بحبه يعني وفي عالم هيك يعني هي الدنيا بالنهاية اذواق هلا ما حلو البسه انا اخضر على ازرق بس قد حلو هذا اللون صح يعني نيلي مميز هلا اليوم الكنترول حابين انه مصرين انه نحن نلبس بس هي رشا منيحه هيك كثير حلوه كثير حلوه هلا هي اسمع لها هي الكنزه خليك هي انت هيك شيء مثلا تكوني لابسه معه شيء هادي يعني شيء مثلا بساعدك يعني انه بالساعه بتعطي هيك شيء حركه يعني طيب الستراس مو كل البنات بيحبوه صح صح فانت كيف يعني مثلا كيف بتروجي لقطعك اكثر بتختاري انه مثلا قطع ما كثير بقى يكون فيهم هلا في قطع مثلا مثل هذا التوب الاسود ما له كثير اوفر يعني الهيفي عادي يعني هادي عرفتي اي ممكن تلبس على سهره بسيطه قصه هيك في منهم بيحبوا الشيء الضايج في منهم لا بيحبوا الشغلات العاديه طبعا. البسيطه كانت ضيفتنا قبل هيك المصممه هلا كنا عم نحكي عن الموضه دائما انه في شيء بيكون دارج بعالم الستراس كونه انت هذا الشيء الاكثر انت بتشتغلي فيه في شيء موضه يعني انت بتاخذي افكار معينه من اماكن معينه من الانستغرام من ال ايه باخذ انستغرام من جوجل ممكن افتح شوف مشان اعرف فكر اكثر يعني بتلاقي برا بيطبقوه من ستراس بطريقه مختلفه عنا نحن الشرق يعني معروف نحن الشرق بنحب الستراس والحب العجقة لا حتى بتلاقي في برا يعني باماكن هن حتى بيحبوا هيك الشيء اللي كثير يعني ضاوي ايه في انا هلا انا بحب الضاوي في عالم لا ما كثير بتحب الضاوي في عالم بتحب البسيط الهادي يعني بس مثل ما بقول لك هيك شغلات تلبسيها انت مع شيء هادي فبتبين عم شوف كمان هاي ساعة العداده كمان دخلت لها هي اسمها هيك عداده يعني ممكن تروح للاستغفار ممكن تروح لشيء ثاني يعني تماما يعني كمان اليوم الستراس هي اللي صارت تحمله بالطريق وين ما كان وين ما كذا فانه موديلها حلو يعني شكل
طيب خلينا نحكي عن موضوع الاظافر، بتركبي على اظافر صناعيه يعني ولا او اظافر جيل طبيعي حسب اللي بحب؟ هلا انا ما بعمل جيل يعني، بس انه اذا صبيه مثلا حابه تضيف شيء على اظافيرها انا بضيف لها اي شيء بدها اياه. يعني مثلا هيك شغلات انا كثير بحبها اكثر شيء يعني بين هاي الشغلات. بس تعرفي انا حبيت فكره الايد، يعني احنا دائما كصبايا بنعاني من موضوع تركيب، اذا في تركيب اظافر يعني تقعدي تلزقي وتعبي اصابعك مناكير، فلا اليوم هذا الفكره حلوه، انت بتلزقين هون بتخلصيون بس على التركيب فورا بتركبي يعني صحيح؟ يعني كمان هيك اليوم سماح حطتنا هاي الفكره، يعني دائما بنعاني احنا فيكي شو الصعوبات سماح اللي بتواجهك هيك بالشغل او بمشروعك بشكل عام؟ هلا الاذواق يعني ممكن انا بكون عارضه شيء تختلف الاذواق علي، يعني مثلا انه لا حلو مو حلو كذا، فانا بصير بتونون انه لا معقول حلو او مو حلو، بعدين خلص انه بقول الدنيا اذواق يعني كل حدا عنده ذوقه عنده شيء بيختاره هو يعني. هلا كل عمل نحن بنبلش فيه بحياتنا اكيد في صعوبات، ولكن الاستمراريه هي حتكون قاعده النجاح لإلك. حنختم معك بجود مورنينج، جود مورنينج لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. سماح بدنا نشكرك لليوم، شكر حضورك، بنتمنى لك النجاح بمشروعك الصغير، وهيك نشوف اسمك لامع بعالم الاكسسوارات ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لك وكل التوفيق لك باعمالك القادمه. شكرا لك كثير رشا، وصلنا لنهايه صباحنا، غير بتمنى لك بقى نهار ظريف لك ولعائلتك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه. بقيت هذا اليوم تحملكم كل تفاصيل الخير والرزق وراحة البال، والسوريين وين ما كانوا يكونوا بألف ألف خير. شكرا يا نيرمين، ومثل ما قلتي وين ما كنتوا تكونوا بألف خير، ويكون نهاركم حلو ويحمل معه كل القصص اللي بتحبوها، وأهم شيء البحبوحة البحبوحة البحبوحة. كونوا بخير، باي باي.